السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعدادات قصوى للتعامل مع سوء الأحوال الجوية في مصر. ضربت الأمطار 12 محافظة مصرية وسط استعدادات قصوى من الجهات المختصة للتعامل مع موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد منذ مطلع الأسبوع، فيما استقرت حالة الطقس في عدد من تلك المحافظات ويجري التعامل مع كميات المياه المتراكمة. وشهدت محافظة القاهرة والجيزة والأليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء خلال الساعات الأخيرة هطول الأمطار بنسب متفاوتة. وتعرضت محافظة الإسكندرية شمالي مصر بصفة خاصة إلى أمطار شديدة مع سحب رعدية، وذكر بيان صادر من وزارة التنمية المحلية الأحد 21/11/2021 أنه جاري التعامل مع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في جميع أنحاء المحافظة. كما شهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا شديدة على معظم الأحياء مع استمرار رفع المياه، وكذلك محافظة شمال سيناء التي تعرضت لأمطار شديدة على مركز الحسنة ومتوسطة على مدينتي العريش والشيخ زايد، فيما سقطت أمطار خفيفة على بعض قرى مركز نخل. وتلقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات. وأشار التقرير إلى تعليق الدراسة في عدة محافظات، لافتا أيضا إلى توقف الأمطار في محافظة القاهرة والجيزة والأليوبية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والشرقية والغربية ودمياط والدقهلية وبورسعيد، فيما يتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الأحياء والمراكز والنقاط الساخنة. ونوه التقرير إلى أن باقي محافظات مصر تشهد استقرارا في حالة الطقس. وشدد شعراوي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميداني في الشوارع وعلى مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات لإسراع في سحب المياه والحد من الآثار الناجمة على الأمطار، والحرص على عدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع ومداخل ومخارج الجسور واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كما أكد على استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية، ودعا المواطنين إلى توقي الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشجار واللافتات والأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر، وتجنب قيادة السيارات بسرعات عالية والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض لحوادث مرورية. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.